سيد الشرق هذا عن الإنترنت السيد على مجلس جهة الشرق السيد السادة ورؤساء المصالح المركزة السيد السادة وزير فعاليات المجتمع المدني السيد السادة وزير الأعمال الإعلامية حضرات السيد السادة بين المواد 96 من المتعلقة بالجهاز وبين المواد 19 من النقد في مجلس الجهة وأنا بفضل من سبقني بفضل كسب يطيب بي ان ارحب بجميع الشخصيات الحاضره في اشغال الدور العالي في مجلس جهه الشرق شهر اكتوبر في راس السنه الجديده وبدايه نظرت على المنسي وليت من كافه اعضاء مجلس الجهه نتراجم على اعضاء هذه الايرانات التي شهدتها مجموعه من اقاليم وقوم العزيز وضحايا الابار في المجالية في جرار كما نتقدم الى حق سعاده المدرسه المتبرره والمنظومه سيدنا الله على القدير المسكين عيسى نافع وارتباطاً بالدور العالي لجلسنا الموقع اسمحوا لي أن أتوجه بعبارة الشكر لسيد ولي جهة الشرق عن العمل المجتهد الذي يتم له الشتاء العاجل إن شاء الله تقديم مجهوده وبدأه الإنسانية بجهود التنسيق والتواصل والتعاون والحرص المشترك على توفير الشكر بحق منظومة جهوية تراعي بها من كوبينات حكمة التنمية الجهوية المتكلفة على النقاط والاستشارات وذلك من أجل مصدر بناء التمويل الذي تؤخذ فيه بعين الاعتبار مجلة الأدبيات والتبرعات والبيانات الترابية كما نتمنى هذه المناسبة لتمويل جهود التعاون المتواصل لحكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس صاحب القيادة مؤكدين على أهمية الخطة الانتقائية بين الاستراتيجيات العمومية والترابية. هذا ما تم انعقاد هذه الدورة مشيدة وعند تسليم كراسي للسادة أعضاء مجلس الجهة في مسلسل المحطات السابقة الشيخ يمكننا على مراعاة الجهود لإبداع الحلول ووضع البدائل المهمة التي تحتاجها المجلات التنموية. ولا يجوز بكذلك ان اتوجه بجزائر الشكر واستدعو عمال اقاليم الجهه وكذا رؤساء وزير المصالح المركزه ومسلم الشركاء المتعاونين وكتاب العمل والشؤون الجهويه والمركز الجهوي للاستثمار وجامعات الجامعات الفرعيه والغرف المهنيه والفاعلين الاستراتيجيين والشكر موصول لمؤمنات مجلس الجهه من الخطوه الاداريه والرئاسه الشركه وقناع فعاليات المجتمع المدني والمناطق الاعلاميه. حضرات السيدة السادة لا شك ان الجميع يريد مهنات في الزمن التنوع الذي تقتضي ان وسيله تنفيذ وتنفيذ البرامج والمشاريع وكذا اعداد دقيق الى لوحات القياده بما يمكننا من تسهيل العميل المؤشرات والمستمر لتقدم تنفيذ الاشياء واحاطه بكل مسؤوليات صلاحيات والاطلاع المتواصل على اعشاب وكاله الخدمات بما يساعد على تكوين مسارات الابراج والمبادرات. وفي هذا الصدد وتقديم الرشيد صاحب الجلاله محمد السادس صلى الله عليه وسلم ورغم معي شركائنا على رفع من تنافس التجاري والتجربه لجعلها قطعا ممتازه عن الامور بين كل المستجدات والتحولات الاقتصاديه والاجتماعيه. مع الحرص المشترك على توفير وتنويع الامكانيات وترشيد المبالغ وتعزيز منظومتنا التعاقديه لوسع الاعتماد على ركننا من ضمن مده من اداء الانسيابيه واتخاذ التدريب واجراءات المصادر وبالتالي تحقيق انشاء التنوع المشروع الذي يساهم في تسويق ومنتجات الشرق واستقطاب الاستثمار. مما ينبغي التأكيد عليه في هذا الموقع هو أن مجلس الجهة حريص على دعم المال لتعزيز البنية التحتية وتحسين مناخ الأعمال ومحوط قضايا العالم القاري وتشجيع الاستثمار وتسكين المهن ربما عن مساهمة الأولى بسبب القطاعات الخيرية التي تتطلب تقديم الجهود وتنويع بنية التعاون المؤسساتي وتوسيع سياسة الانفتاح وإشراك القطاع الخاص ونتيجة التعاون والمجتمع المدني ومسلسل التأمين والسلام. هذا رأيي في الرسالة إن شكل أعمال هذه الدورة يتضمن مجموعة من الأفكار والمجالات التنموية من الجانب الاقتصادي الذي طابع الخطاب الدولي
Thank you.